طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من الموقع بوست: الحوثيون يعلنون انطلاق أول رحلة علاجية عبر مطار صنعاء في 3 فبراير. صحيفة العرب الجديد تقول إن إغراق الأسواق اليمنية بالبضائع الصينية يدمر المشروعات الحرفية الصغيرة. ومن أخبارنا المنوعة: ترامب ينوي توسيع حظر السفر إلى الولايات المتحدة. أهلا بكم. منذ أكثر من 4 سنوات يغلق مطار صنعاء الدولي أبوابه أمام المسافرين، لكن هناك بوادر أمل بإعادة فتحه من جديد، حيث نقل الموقع بوست عن مسؤول في جماعة الحوثيين إعلانه أن أول رحلة علاجية عبر مطار صنعاء الدولي تنطلق في 3 فبراير المقبل. رئيس اللجنة العليا للجسر الطبي الإنساني بجماعة الحوثي مطهر درويش قال إن اللجنة تسلمت 32,000 ملف لذوي الأمراض المستعصية، وهناك عشرات الألاف من المرضى بحاجة للسفر إلى الخارج. وأضاف أن هناك 2000 مريض بأمراض مستعصية لا يملكون ثمن العلاج وتنعدم فرص علاجهم في اليمن. ولفت إلى أن الرحلة العلاجية الأولى يفترض أن تنطلق يوم 3 فبراير القادم بحسب تأكيدات منظمة الصحة العالمية. وذكر أن عدد المرضى الذين سيتم نقلهم في الرحلة الأولى هم 30 مريضا و30 مرافقا. وكان التحالف في نوفمبر الماضي أعلن أنه سيسمح بتسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لنقل المرضى من صنعاء عبر مطارها الدولي. في زاوية مقالات نطالع في الشأن المحلي مقالا للسفير ياسين سعيد نعمان نشره في صفحته على الفيسبوك بعنوان: التسوية التي يصبح فيها الحوثيون جلادين وسادة. ويقول فيه: لن يهتم الحوثيون لأمر اليمن، لا لحاضره ولا لمستقبله، كل ما يعنيهم هو تأمين مكانتهم في السلم السياسي والاجتماعي لليمن، لا كمواطنين لهم، ما للمواطنين من أبناء اليمن وعليهم ما عليهم، وإنما كحكام وجلادين وأصحاب امتيازات خاصة، ومن ثم إقامة نظام سياسي يحقق لهم حماية هذا الهدف. مع مرور سنين الحرب تتعاظم فرص الحوثيين في تحقيق هذا الهدف، الأمر الذي يصبح معه مستحيلاً حينذاك الوصول إلى تسوية دون أن يكون ذلك الهدف عنصراً حاكماً في معادلة التسوية. ولهذا فإن إطالة أمد الحرب لا يخدم غير ما يسعى إليه الحوثيون، وهو إعادة إنتاج يمن بمقاس يسمح لهم أن يكونوا فيه سادة لا مواطنين. مسارات مخيفة ومفزعة حين نرى حقائق هذا المشروع ماثلة أمام أعيننا، لذا فإن الإخفاق في صياغة المواجهة الحاسمة معه تطرح أكثر من سؤال حول أهليتنا لإخراج اليمن من هذا المأزق. والله إنني لا أقلل من التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها المقاومون لهذا المشروع والتي يجب أن ننحني إجلالاً لها، ولا أقلل من كل جهد يبذل على هذا الطريق، لكنني أعتقد أنه آن الأوان لإعادة بناء مقاومة هذا المشروع على أسس تحدد فيه بوضوح المسائل التالية: هزيمة المشروع، وتعني كسر مقاومته ورفضه لبناء دولة المواطنة التي يتطلع إليها اليمنيون، الفصل بين الدولة والحامل السياسي والشعبي لمقاومة هذا المشروع فيما يخص الأدوات وليس الهدف، بناء العلاقة مع التحالف بديناميات ذات أبعاد استراتيجية والتي بدونها سيخترق التحالف بأكثر من محاولة لتدميره. لهذا الغرض أرى أنه لابد من عقد مؤتمر مصغر يقف أمام وثيقة سياسية وعسكرية للخروج برؤية وخطة عمل لمواجهة التحديات. في ذمار قال موقع الصحوة نت إن عناصر ميليشيا الحوثي أقدمت على اقتحام قرية المواهب شمال مدينة ذمار بطقم مسلح وثلاث سيارات أخرى محملة بالمسلحين. مصادر محلية قالت للصحوة نت إن الميليشيا داهمت القرية واقتحمت منزل المواطن علي أحمد قرموص المخفي قصرا لدى الميليشيا. أوضحت المصادر أن عناصر الميليشيات الحوثية أيضا نقلت 3 نساء مع أطفالهن إلى سجن البحث الجنائي، وقامت
بحجزهن هناك مع أطفالهن بعد تهديدهن وترويعهن. هذه الحادثة لاقت استنكارا واسعا في أوساط المواطنين من أبناء المحافظة. أما في عدن وبحسب موقع الحرف 28، أغلقت محال الصرافة أبوابها وأوقفت تعاملاتها البنكية استجابة لدعوة موجهة إليهم من البنك الأهلي اليمني ومقره عدن. وجاءت دعوة البنك بإغلاق محال الصرافة ووقف تعاملات البيع والشراء للعملات الأجنبية عقب الانهيار الكبير للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بحسب أحد مالكي الصرافة بمدينة كريتا، الذي قال إن البنك المركزي اليمني طلب منهم إغلاق محال الصرافة عقب دعوة وجهها إليهم بوقف تعاملات البيع والشراء للعملات الأجنبية. وقالت مصادر إن عملية الإغلاق ستستمر حتى السبت المقبل عقب الانهيار الكبير للعملة، حيث وصل سعر الدولار الواحد إلى 682 ريالا يمنيا مقابل 650 سابقا، فيما بلغ الريال السعودي إلى 178. وفي الشأن المحلي نطالع في موقع النخبة نيوز مقالا كتبته دعاء العبدلي، ناقشت فيها المعلومات المغلوطة التي يجري تداولها بين سكان ردفان بشأن مصنع الوطنية للأسمنت، أحد أكبر مصانع إنتاج الأسمنت في البلاد. وتقول الكاتبة: هناك دعوة وجهت لأبناء ردفان لحضور اجتماع الخميس القادم لمناقشة الأمراض التي يسببها مصنع إسمنت الوطنية. الخبر بفكرته ومضمونه المبهم يؤكد أن هناك أياد تعكف على إطلاق وإثارة مثل هذه الإشاعات والأكاذيب المختلقة، وتسعى من خلالها إلى النيل مما تبقى من المشاريع الاستثمارية في لحج بشكل خاص والجنوب بشكل عام، وتشويه وشيطنة أي فعل أو عمل نبيل وخلاق يخدم الناس والمجتمع ويسهم في الارتقاء بمستوى الحياة. مصانع الإسمنت موجودة ومنتشرة في أصقاع الأرض، وأكثرها متركزة في أعرق وأهم البلدان المتقدمة، ولم نسمع أي من هذه الدول تطرقت لمثل هذا الموضوع، أو أن مركزاً بحثياً أكد أن مثل هذه المصانع تتسبب بأمراض السرطان. وبقدر ما بدا الخبر مضحكاً، إلا أن المتمعن في مغزاه يدرك حقيقة الخبث والمكر الذي يسعى إليه مروجوه، والمتمثل في وجود نوايا مبيتة لإغلاق هذا الصرح الاستثماري الهام والعملاق، والذي يعد الحسنة الوحيدة الموجودة في محافظة لحج. ولأن الموضوع لا يحتمل السكوت، نجد أنفسنا هنا ملزمين بالتحذير من خطورة مثل هذه الدعوات والإشاعات المختلقة، ليس دفاعاً عن مصنع إسمنت الوطنية، وإنما حرصاً على محافظتنا لحج ومستقبل التنمية والاستثمار فيها، لأن الانجرار وراء مثل هذه الأقاويل سيقود إلى نتائج عكسية خطيرة من شأنها أن تهز ثقة المستثمرين بالمحافظة وأبنائها. وسط فوضى الحرب والاضطرابات الأمنية وغياب الدور الحكومي في ضبط الأسواق اليمنية، تقول العرب الجديد: يضرب الكساد المشروعات الصغيرة لا سيما أعمال الحرف اليدوية وورش التجارة والحدادة، وهي آخر معاقل صغار المستثمرين. تأتي الفوضى في ظل إغراق الأسواق اليمنية بالمنتجات الصناعية والحرفية المستوردة بشكل رئيسي من الصين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأصوات المطالبة بضرورة حماية ما تبقى من هذا القطاع في البلاد. أصحاب الأعمال الحرفية والصناعات الصغيرة يشكون من تأثير المنتجات المستوردة والمقلدة وعدم الاهتمام الحكومي بمنتجاتهم، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من هذه المشروعات. يرى محمد المعلمي، وهو صاحب معمل للنجارة وصناعة الزجاج، في حديثه للعرب الجديد أن هذه المهنة تعد من أهم الأعمال الحرفية التي يمكن الاستفادة منها اقتصاديا، إلا أنها تواجه العديد من المعوقات، أهمها إغراق الأسواق بالمنتجات الخشبية المستوردة. ويؤكد المعلمي أن الصين تقوم بدور سلبي في إغراق الأسواق بما يضر بالاقتصاد اليمني، من ناحية إهدار عملة صعبة على استيراد منتجات لا تحتاجها الأسواق المحلية. وتمثل الصناعات الصغيرة والحرف التقليدية الشريان النابض لصنعاء القديمة، إذ أصبحت في أسوأ مراحلها بعدما أغرقت السوق المحلية بأنواع لا تحصى من المنتجات المزيفة والقادمة من الخارج بأسعار زهيدة وبجودة رديئة.
كتب ممدوح المهيني في جريدة الشرق الأوسط مقالا بعنوان الديمقراطيون يرتدون عمائم الملالي. جاء فيه: أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة مثيرة للجدل تحمل صورة لقادة ديمقراطيين يرتدون عمائم الملالي بعد موقفهم من مقتل قاسم سليماني. التغريدة متهكمة لاذعة ولكنها تحمل شيئا من الحقيقة. أراد الديمقراطيون أن يظهروا ترامب بصورة الشخص المتهور المندفع المتعطش لحرب جديدة، ولكنهم أطلقوا النار على أقدامهم. ففي سياق تلطيخ صورة خصمهم تحولوا إلى مدافعين عن شخص إرهابي ذميم تلطخت يداه ليس فقط بدماء النساء والأطفال في إيران وسوريا والعراق، ولكن بدماء الأمريكيين أيضا. هناك فرق بين الصراع الحزبي والدفاع عن القتلة، ولكن هذه الحدود تحولت إلى خطوط على رمال في الأسابيع الأخيرة. استدعى مقتل سليماني جنود الاحتياط من الحزب الديمقراطي حتى المتقاعدين منهم، فقد قام وزير الخارجية السابق جون كيري الملقب بالملا كيري بسبب دفاعه المستميت عن النظام الإيراني بالظهور أكثر من مرة على الشاشات التلفزيونية، وبدا في أوقات كثيرة يقول ما هو أشبه بصدى لما يقوله حسن روحاني وجواد ظريف. أما بيل رودز مستشار الرئيس باراك أوباما للأمن القومي فتصدى منذ أشهر ليكون الواجهة التي تغمس كل موقف للإدارة الجديدة نحو إيران بالوحل ومدافعاً عن إرث رئيسه السابق. انزلاق الديمقراطيين للدفاع عن إيران وسليماني يعكس انقسامات عميقة في الحزب الديمقراطي بين مدرسة تقليدية قديمة ترى دوراً أمريكياً في صون النظام الليبرالي، وبين مدرسة جديدة متطرفة ومتهورة منجرة ليس فقط نحو التخلي عن المسؤوليات السياسية والأخلاقية، ولكنها تتحول إلى آلة دعائية للدفاع عن شخصيات وأنظمة ذات تاريخ أسود ومخضبة بالكامل بالدم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما جاء في موقع شبكة البي بي سي إنه يخطط لتوسيع حظر السفر إلى الولايات المتحدة ليشمل دولا أخرى، وذلك لمنع المزيد من الرعايا الأجانب من دخول الأراضي الأمريكية. وبحسب الحظر الحالي الذي وقعه ترامب قبل عامين، فقد تم إغلاق الحدود الأمريكية أمام مواطني 7 دول معظمها ذات غالبية مسلمة. وبموجب خطط ترامب الجديدة فمن المرجح إضافة بلدان أخرى إلى قائمة الحظر من أوروبا وأفريقيا وآسيا. أكد ترامب شخصيا وجود مثل هذه الخطط، حيث قال للصحفيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: أنتم ترون ما يحدث في العالم، يجب أن تكون بلادنا آمنة. ترامب لم يقدم تفاصيل حول الدول التي سيتم استهدافها أو عددها، لكنه قال إن المعلومات ستصدر قريبا جدا. تقول صحيفة البيان إن ما تفسده السوشيال ميديا تصلحه أيضا السوشيال ميديا. هذا ما أثبتته قصة فتاة مصرية تم تداول صور خطبتها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليها تعليقات التنمر سخرية من مكياجها وملابسها، وهو الأمر الذي أدى إلى فسخ خطبتها بعد ساعات من تداول الصور. الفتاة المصرية الملقبة بزلابيا شاركت ذووها صورا عبر فيسبوك سعادة بالخطبة كأي فتاة، إلا أنها تعرضت لسيل من التعليقات والتنمر الجارح. لكن متطوعون يعملون في مجال التجميل من محافظة أسيوط، منهم خبيرة التجميل ولاء محمد، بحثوا عن زلابيا لتقديم مساعدة شملت ميك أب احترافي وتصفيف الشعر لإخراجها من الحالة النفسية التي مرت بها. ناشطون تناولوا قصة زلابيا، ما أدى إلى حملة عكسية في مواجهة التنمر الذي أفسد فرحة فتاة بخطبتها. جولتنا المصورة لهذا اليوم ستكون صورا متنوعة من صحيفة الديلي تلغراف، نتابع.
رسوم الكاريكاتير فن يقدم خبرا ويحكي قصصا، لكن بطريقة مختصرة ليوصل المعنى. لنتابع الرسوم. وبهذه الرسوم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.